الانتخابات اذا قرارات رح تصير، اذا طلعت نتائجها نص المتوقعين ومش كل المتوقعين، ثاني يوم اذا كان الدولار وصل 40 او 45 الف بصير ب 30 الف 25 الف، لانه سعر الدولار سعر الليره الحقيقيه هلا مش 32 الف. هودي الناس بينشغل معهم، الانجازات بتبلش دغري بعد 24 ساعه. الو معراب، حولني عاصم السيارة إذا بتريد. ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير ست ريدا. إيه ستنا، حضرتك مسؤولة عن القسم المالي. ستنا بدي عزبك، بدي ألف دولار على 25 ألف إذا بتريد، لأن الحكيم كان عم بيقول إنه إذا ربحتوا الانتخابات وصارت انتخابات مثل ما بدكم الدولار دغري بده ينزل. كيف مش انتوا اللي ربحتوا؟ مش جبتوا 22 نايب والعونيه 12؟ رجعتوا نزلتوا والعونيه رجعوا طلعوا. طب صار في لي 20 دولار على والحكيم كان عم يحكي على الدولار الكندي. طب اعطيني 1000 دولار كندي على 25000. ما عندكم كندي. كيف؟ بعطيكي 25 مليون وبتعطيني فيهم وصل تبرع للجنه مهرجانات الارز؟ حبيبتي ميرسي. طيب ليكي ستنا، تعطيني معهم شوية تيكس لاجي احضر انا وعائلتي؟ كمان بدي ادفع على التيكس، ممنون يا حبيبتي صبريني.